طيب التصريحات الاخرى برضو اللي كانت مهمه امبارح، تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ، وهو كان اتكلم في كذا نقطه. اولا هنأ يعني جماهير النادي الاهلي بهذا الفوز، وبعد كده تحدث عن ان المباراه برضو مهمه جدا، ولكن هذا هو كان الشوط الاول، لسه الشوط الثاني بينتظرنا في القاهره، لسه في شغل كتير، لسه مش لازم نفرح من دلوقتي. اشاد ايضا كان برونو سافيو وقال لك المنتظر منه الكتير جدا. على كل حال مش هطول على حضراتكم، خلينا نروح نشوف تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل. واحدة من اللقاءات الصعبة رغم انها في البداية دور ال 32، لكن ممكن بمقياس القوة وميزان القوة اعتقد ان ممكن المباراة دي كانت اتأخرت شوية في ادوار تانية، لكن هي دي القرعة. يعني مباراة صعبة في اجواء صعبة مع فرقة مش سهلة، خسرت الدوري التونسي في اخر ثلث ساعة السنة اللي فاتت على فكرة، كانت ممكن هي اللي تبقى بطلة الدوري التونسي، لكن جمهورها واجواءها خلى من اللقاء صعوبه كبيره. يعني الحمد لله رب العالمين مكاسب كويسه، لكن في النهايه هي نقطه اولى في كتاب كبير لسه ممتد لاخر السنه باذن الله. الشوط الاول انتهى، الشوط الثاني في القاهره محتاج تحضير اكبر يا كابتن سيد، لان اكيد الفرقه دي هيكون عندها الرغبه ويبقى عندها الدافع. هنحضر ازاي مستر كولر كمان؟ يعني البدايه كمان ليه موفقه جدا. نفس الكلام، احنا عندنا تمرين بكره وبعد كده هيبقى في راحه يوم الثلاث، وبعد كده هنكمل استعدادنا للمباراه يوم السبت الساعه 6 ان شاء الله الرحمن، يوم 15 على استاد السلام والاهلي وي، فان شاء الله الرحمن باذن الله يكون موفقين باذن الله تعالى، ونتعامل من اللقاء بمنتهى الجديه والايجابيه. وخطوه قبل بدايه الدوري والقرعه اللي اتعملت النهارده ودخولنا في الدوري المحلي، يعني زي ما قلت لك هي نقطه في من اول السطر كده، وبعد كده هنخش في معمعه الدوري واللقاءات المحليه وان شاء الله الرحمن بس نعدي المباراه الثانيه، لان هي رغم ان احنا كسبنا فوز كويس ومستحق وكل حاجه، لكن هي لسه بطاقه تاهل في القاهره باذن الله. اخيرا جمهور النادي الاهلي رغم قله عدده تاثيره ومردوده كان كبير جدا يا كابتن سعد على لعيبه النادي الاهلي. بالتاكيد يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان يعني، فبشكرهم طبعا، وفي النهايه هقفل برضه الصفحه، وده اللي قاله الراجل على طول بعد اللقاء يعني. تعالوا